أراد تبي صدق؟ كاريزما أبي أعطيهم أربع نصائح. يا سلام. أول شيء صدقوا والله صحيح والله ما أقول اللي يسمعون أنا. اسمع اللي يسمعون أتمنى أنهم يسمعون نصائح ترى أبو فارس بالمرصاد والله العظيم أني أقول صادق أنا أعلمك يا منك دخلت في اللوكيشن فيها أكبر منك لازم تقوم صرت أصغر منه تقول تفضل يا فلان هذا أول شيء في الدين وثاني شيء حتى خويك يقدرك ويعزك ويحترمك من باب الاحترام من باب الاحترام ثاني شيء يا منا احد من اخوياك سولف وجاب موضوع لا تروح تقاطع على انك تطلع شو ترك ما تطلع شو ترك تدبل السبت في الموضوع هذا تفقع الراس هذه الثانيه علي سعيد تسجل معك ترى يمكن اتعدى اكثر من تفضل ثالث شيء صرت ما ينشد ليل نهار صباح مساء على الريق تنشد ارحم ابوك ما نبغى يجي فترات زي العصرية سواليف زي السواليف زي المغرب عقب المغرب شيلة الليل النهار صباح مساء ظهر عصر ما ينفع ابدا عرفت يوم ان اخوياك قاموا ينظفون او يتساعدون لا تصير انت تقول مكفكف في يدينك اي بالله ما تشتغل معهم اسبق اخوياك على الشغل الدهر في الريالتي احرث اللوكيشنات حرف يا سلام وانا بنصح كنا نقول ناكر الثيل انا بنصح نصيحه والله العظيم انها اتوقع من اهم النصائح اللي هي لا تدخل جوال معك ولا تذمر لا تدخل جوال تبغى تحس بلذه البرنامج لا تدخل جوال ممنوع الجوال اصلا اكيد ممنوع لكن يمكن البعض يشوف مو مضبوط عاد ناصر يقول انت تقصد ان احنا كان عندنا جوال يظهرون الجوال علي انت تقصد ان احنا كان عندنا جوال انا